ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد الذي أرسله الله رحمة للعالمين. امتنعت الجن أن تسترق السمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بتوقيره صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. فرحتنا به فرحة الأفراح، فرحتنا به سرور عظيم، ارتباطنا به كل الحب والارتباط والرفعة والسمو بهذا الارتباط. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الحمد لله أننا من أمة أحمد، من أمة محمد، من أمة سيد المرسلين، من أمة حبيب رب العالمين صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويصوم يوم الخميس. عندما سئل عن سبب صيامه ليوم الاثنين قال: هو يوم ولدت فيه. يا جماعة، لو بدنا نحن نحتفل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم اثنين، كان لازم نحن نظهر حبنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 52 يوم في السنة. بحاربونا بقولوا: ليش انتوا بتحتفلوا بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لك يا حبيبنا، نحن مقصرين، كثير مقصرين. نحن لازم كل يوم اثنين نقول لأولادنا: يا أولاد اليوم صايمين. لماذا؟ لأن رسول الله ولد يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. انت شايف الموضوع؟ معناها مقصد شرعي أن تربط نفسك وأولادك بعبادة عظيمة، هي عبادة الصيام، مرتبطة بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لله الذي من علينا به عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي من علينا برسول الله. الحمد لله الذي أكرمنا بأن نكون من أمة هذا النبي الموقر المعظم صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أحباب، هونوا عليكم يا جماعة واحتفلوا، وكونوا على سرور، وكونوا على كثرة صلاة وتسليم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. على الأقل لا، ما بدك لا تحتفل ولا بدك بهذا السرور أو الفرح أو خير إن شاء الله. اقرأ سيرته يا حبيبي واسمح للناس. أنا بدي احتفل، اترك لي مجالا. بدعة ضلاء، طول بالك، الله يرضى عليك يا حبيبي. والله الموضوع لا بدعة ولا شيء، إنه موضوع مندرج تحت أصل معمول به شرعا. انتهى الموضوع. أي شيء مندرج تحت أصل معمول به شرعا، موضوع خلص انتهى. ما عمل به الصحابة لو كان خيرا لسبقونا إليه. كثير من الأمور سواها الصحابي رضي الله تعالى عنهم، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم فعلوها. كما قال سيدنا الفاروق: إنه لخير يا أبا بكر، والله إنه لخير، عندما كان يشير عليه على جمع القرآن. ما هو الدليل على جمع القرآن؟ طيب ما هو الدليل على تشكيل القرآن وتنقيط القرآن؟ ما هو الدليل على كسوة الكعبة كل سنة؟ ما هو الدليل على الكتابة التي تكون على كسوة الكعبة، القرآن الكريم الذي يكتب على الكسوة الكعبة؟ أمور كثيرة يا أحبابنا كلها تندرج تحت توقير شعيرة من شعائر الله. إلا سيدنا النبي ودنا نوقر، لا، طولوا بالكم، ما بيجوز، حرام، بدعة. ليه حبيبي؟ ليش؟ الله يرضى عليك. هون عليك واترك الناس. نحن بدنا ندخل الفرحة لقلوب أولادنا، بدنا نربط أولادنا بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بدنا نربط شبابنا، مساجدنا، جامعاتنا، طرقاتنا، أسواقنا. يا الله، ما أجملها لو أننا نعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم مولده حقه، والله لكانت مهرجانات على مستوى العالم كله. لكن نحن بنحولها لخصومات، بدعة، لا ما بدعة، بجوز، لا ما بجوز، انت بتحب النبي، لا نحن ما بنحب النبي. يا جماعة، لك والله الكل بحب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيحتفل بحبه يحبه، والذي لا يحتفل يحبه. لكن الموضوع، طولوا بالكم، هدوا عليكم شوي، ولا تشدوا على الناس كثير، اعطوا الناس مجال، وخلينا ننكر الامر الذي لا يختلف فيه. قالوا: من شروط الانكار، انكار المنكر، من شروط إنكار المنكر ألا يكون مختلفا فيه. وقت بيكون مختلف فيه ترك المجال. يعني أنت رأيت امرأة كشفت عن وجهها، أنكر عليها لا هي ما حاطة مكياجات ولا زينة، بس كاشفة عن وجهها، أمر مختلف فيه الوجه، ترى غطاء الوجه، غطي ولا ما غطي، أمر مختلف عند العلماء. لا يجوز لك أن تنكر في هذا الأمر المختلف فيه، روح أنكر بالأمر المجمع عليه. يعني مثل إيش؟ مثلا والله أظهرت ساعدها، أظهرت عنقها، هذا أمر متفق عليه، عورة، متفق على أنها عورة، أنكر ما اتفق عليه ولا تنكر ما اختلف فيه.
اللهم زدنا علما ينفعنا وزدنا حبا لرسول الله. كل عام وأنتم بخير وكل عام ونحن أقرب إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكل عام ونحن نزداد حبا له ونزداد فهما ومعرفة به عليه الصلاة والسلام.